اطلاع على الشركة الأصغر. أخ ما صار شد أول شركة أصغر جيم شركة نقدوه شتول. الحلف بغير الله. دوي بار الله هو شن قيه شن زرت. يحلف بالنبي يحلف بالولي. دوي بوتو بايمر زرت يا تعديل جيرجل شن زرت. يحلف بالصالحين. شت تعديكنا غن تير تاني دوي بوتو. بحياته. شيء داخر تاني بحياة الوالدين يوش يدينا نتأر تاني تير داخر بالطعام بالشراب خليل إذا دوي بارا يأم تاني ملر تاني هذا كله شرك أصغر إشادة شرك أصغر جيم شرك يقدوغ شنو لا يحلف إلا بالله دوي تبو أح الله يترت بي كذلك لا يمكن أن يقول لولا فلان لم يكن كذا يقول لولا الله وحده تا إيش تقالي شاته مع بوه يحين يا أخوات تعري إيش تخدر عن قالي شاته مع بوه يا إتو إيوه تعري إيش تخدر عن الله قالي شو بوه قال ديز هنا الله وإيش تدين عري خلي شاته ولا يمكن أن يقول لولا الله وفلان لأن الواو تقتضي المساواة تا إيش ت الله يو الله يو إذا يحين يا أخوات تعري خدر عن إيش تعري شاته مع بوه نج الله تاني تندرج حال واقعي أفضل شيء يقول لولا الله وحده. أجر هو اللي عدك هدو الله واتعري يخدر يخدرون يخدرون على الأرضون. أو لولا الله ثم فلان. تحقق قالك شتك هدو دحر الله يختول تحقي حين يخواتعري أو اشتقال شون. كذلك من الأمثلة على الشرك الأصغر ما يعلق بعض الناس في البيوت أو على السيارات أو على الأولاد. إشت شرك أصغر يقدوه شدعونا ناق تعت تأخ كشلا تعتهم شيء شو ح ماشي عن جوع شيء بيرشان حال تير كيوك تي شيء غورتن تي تير تنت يوخ كشلهمش يعلق رأس ثور مثلا رأس الخروف الذي له قرون مثلا إشت معش بيجني معش تي أخته ماشي عن تير شو أو يعلق مثلاً حذاء قديم نعل قديم. يومشي أنت تصو تعتيش ماج. أو بعض الخرق يعني قماش قديم أسود. إيش تعتي قديم إيش تعوق تو. أو يضع كف مثلاً أو عين. إيش تا شيء كج لدون إيش تعصور خلتي جاه يوقع بعد خلته يوقع. لماذا تضع هذه الأشياء؟ هند يخشو تاريش. هل وضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بايمر صلى الله عليه وسلم ديو نيتي. هل هذه الأشياء تدفع العين؟ أتهم وعشيخ بعد تخولي تيع. هذا كله من الشرك. إذا شهادك شرك يقدوه شدون. من يحفظ لنا هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى. الله هو بي ويلردي أشداتهم.